وفي مباراة أخرى بدأت بياضا وانتهت كذلك، جمهور الحمامة لم يحلق بحرية في مركب فاس. محاولة المحليين هددت لكن دون وقع على الشباك. طالب في مهمة صعبة وفاخر على الأعصاب. خلال الشوط الثاني عمر حاسي حاول النيل من محمد مسطرة، وتسديدة بلال الدنكير لم تأتي بجديدة. 3 دقائق كوقت بدل ضائع لم تلهب حماس الفريقين. آخر محاولة المحليين مرت بردا وسلاما على الضيوف لتنتهي المباراة بدون أهداف. مباراتان كبيرتان إذن لم يتمخضا إلا عن هدف وحيد. الزموريون أسقطوا هالة الأحمر على ملعب 18 نوفمبر، والحمام لم تحن بعد إلى فوز الذهاب، عادت بالبياض من مركب فاس.